ما بعرف في عامل مشترك بين كل الابراج عم ببين عندي هذا الشهر طاقة خوف طاقة توتر عم بيكون اكتئاب مش عندك انت يعني انا بقول كعامل مشترك ما بعرف ليش عم ببين هذا الاشي عند معظم الابراج اه شوف حبيبي في هذا الشهر راح يكون في عندك موضوع موضوع عملي في شيء بتحول لعاطفي ما بعرف من من العمل للعاطفه من من صداقه لحب من اعجاب لحب في شيء عم بتحول عندك لحب في شخص انت موجود في حياتك احتمال يكون اكيد موجود في حياتك ورح يقلب هذا الموضوع لحب لكن انت شايفيتك حيران بين شخصين شايفيتك حيران فهاي الفترة راح تكون كتير حيران من هذا الموضوع بسبب هذا الموضوع خلينا نشوف بشكل عام ل ناس اللي ما بتنطبق عليهم القراءة عادي جدا ممكن طاقتك ما بتوصلني ممكن يعني هاي قراءة عامة مش خاصة عرفتوا كيف ممكن انت تكون طاقتك سلبيه يعني ما عم تستقبل الفرص اللي في حياتك ما عم تشوف الفرص اللي في حياتك هو اللي طاقته سلبيه او في عنده طاقات سلبيه يعني ما بيقدر يعني يحصل على الاشياء اللي بده اياها ما بيقدر يطبق قانون الجذب ما فبس انك تخلص من الطاقات السلبيه يعني بشكل عام ان شاء الله كله بينطبق معك رح تحصل على فرصة عمل رح تحصل على موضوع يمكن يتعلق بسفر ولكن هذا الشيء دخله خلينا نقول مش زي ما انت بتتوقع ولكن له قيمة معنوية كبيرة يعني مش شوي هذا الاشي في له قيمة معنوية كمنصب كشي ولكن المادة كدخل يعني مش زي ما انت بدك اياه بشكل عام يعني اللي في حبيب غايب عنك بس لسه ما فتحنا يعني علاطفة بعدين بنقول ومين هذا الشخص اللي بيكرهك من بعد هاي الفرصة اللي هي فيها مال قليل او كذا رح يصير في وفرة مالية كبيرة رح تكفيك وتكفي خلينا نقول الاولاد شايفة هذا الشخص عنده التزامات كتير عنده التزامات مادية كتيرة لذلك في بداية الفترة بحاول انه يحافظ على قد ما يقدر او يقتصد ولكن بعدين رح تجي رح تجي يعني رزقه معينه اكيد يعني من من الشغل او ممكن من برا الشغل اللي هو اما تكون انت مدين ناس مثلا فلوس وعم بيرجعوا لك اياها او حدا اكل عليك فلوس ورجع لك اياها ممكن يكون قرض ممكن يكون ارث ممكن زوده بال بالدخل نفسه او فرصه عمل اخرى يعني افضل من الاولى ولكن شايفيتك متلقط بالفرصة الأولى أو الشغل اللي أنت فيه متلقط فيه وخايف كتير يعني عندك طاقة خوف كبيرة من أنك تفقد هذا الشيء ولكن أنا شايفة بالعكس ما رح تفقده بالعكس رح يكون في ترقية وزودة بالدخل زيادة بالدخل أه بشوفك هون أكتر شيء عم تصارع مرض المرض هذا ممكن يكون عندك او التعب ممكن يكون تعب نفسي مش يعني عضوي ما ما دخل ممكن يكون عندك او عند احد من العائله اذا كان عضوي اذا كان نفسي فهو موجود عندك بسبب شخص يا اما دلو او مائي بشكل او مائي خلينا نقول او هوائي عم بتكون كيف بدي اقول لك عم بتكون بتصارع حالك يعني انت حاسس او آه انه هذه العلاقه مش صح هاي العلاقه ماشيه بطريق مش صح آه وبتحاول انك تطلع من هذا من هاي العلاقه بتحاول انك تطلع من طاقه هذا آه الشخص لكن شايفتك انه لا انه يعني رح تظلك تستنى هذا الشخص او في عقلك الباطن موجود انك انت ما بتقدر تعيش بدون هذا الشخص في للبعض كمان اوكي استشفوا وخلصوا يعني ويمكن شافوا حدا جديد ف برج القوس يعني برج القرارات فقادر انه يكون شوف هون انت شو عم بتكون عم بتكون الماجيشن عم بتكون اللي بيرسم ملامح الحياه اللي بده اياها بهاي الفتره رح يكون اللي هو تغييرات هو بايدها هو بايده بيعملها شوف برج القوس بالفترة الجاي ما رح يستنى إنها الظروف هي اللي تخدمه هو اللي رح يستعمل أدواته كلياتها التولز تبعوله عشان يغير اللي حواليه ورح ينجح بهذا الموضوع شوفوا هون كيف عم بيأثر هذا على كل اللي حواليه الطاقة والتغيير عم تيجي من عنده وعم تنتشر على المكان اللي هو فيه فأنا شايفيته مسيطر جدا بالفترة الجاي على العمل وعلى صعيد العاطفي كمان بشوف الفترة الجاي كمان فيها اللي هي تغييرات رح تدوم لفترة طويلة جدا فكون حذر من الشغلات اللي رح تزرعها بالفترات الجاية اللي هي بهاي الفترة هاي الفترة رح تحكم يعني الشغل اللي رح تشتغله او الافعال او الافكار او المشاعر المهم في هاي الفترة اللي هي عم نفتح عليها راح تاثر على فتره طويله بعديها ممكن تمتد لسنه فنكون حذرين في هذا الشهر انه احنا نشتغل شغلنا مزبوط انه احنا ما نغلط إيه نكون صبورين شوي الامور ما راح تيجي على طبق من ذهب زي ما بقولوا مش احلام ورديه الشغله ف أه شايفيتك هون شايفه برج القوس ممكن يكون والله الطاقات على فكره حبايبي عم تكون ما ترابيه مائيه هوائيه طيب في شخص عم بيحاول انه يقتحم حياتك في طرف ثالث ايه على فكره مش طرف ثالث خلينا نسيبنا من هاي الكلمه لانه اول ما تسمعوها بيجى عبالكم العاطفه انا مش دائما بقصد فيها العاطفه يعني احيانا آه، طرف ثالث في الشغل يعني بيكونك بينك وبين الرئيس بيكون في شخص عم يوسوس او كذا كمان هذا اسمه طرف ثالث المهم آه، عم بيكون هذا الشخص آه، مثل الشيطان مثل الدفل في حياتك مثل طاقه سامه في حياتك عم بي آه ببين لك انه هو كتير ملاك انه هو كتير منيح ولكن هو في الحقيقه هو انسان حاقد وإنس ممكن يكون انثى ممكن يكون ذكر عم بيكون حاقد جدا وحسود لإلك وانت مش عارف اذا قلنا ممكن يكون في العمل ممكن يكون حتى في العاطفه كعلاقه ثلاثيه كالطرف الثالث مش انت ولا الشريك الطرف الثالث أه هون بشوفك أه كمان يعني هاي الفترة كلياتها لبرج القوس عم يرسم ملامح حياته يعني هو اللي عم يرسم ملامح حياته كل الامور بايدك انت شوف زي ما انت بتحصد زي ما انت بتزرع رح تحصد هاي الكارما هاي هاي المواضيع يعني اللي انت بتعمله بلف بلف وبرجع لك اذا طلعت خير رح يرجع لك خير هي هاي الكارما اذا طلعت ظلم رح يرجع لك ظلم فهون الكارما رح تتحقق بهاي الفترة على الصعيد العاطفي شايفة انه الطرف الثاني عم يستنى موعد مناسب عم يستنى وقت مناسب لحتى يصالحك او انت تصالحه طبعا القراءة ممكن تكون عكسية دائما بنحكيها إيه ولكن عم بفكر بطريقة جدية عم بفكر باستمرارية العلاقة على الأقل في خياله عم بتخيل هذا الإشي وعم بفكر فيه خلينا نفتح أكثر وين راح هذا الورق مش عارف اه هي هون خلينا نفتح على العاطفه اكتر شو رايكم نستعمل هذا الورق بين عندي الأشخاص العزاب لحد الآن، أشخاص العزاب حيلتقوا بتوأم الروح، بالسول ميد، بالشخص اللي بيحلموا فيه كفارس أحلام، ممكن إنه تلتقوا فيه بهاي الفترة، ولكن ممكن يكون بالعمل، إذا ما كان في العمل، على فكرة مش ضروري إنه يشتغل معاكم، ممكن يجي يعني يعمل معاملة عندكم ويروح تتعرفوا عليه. فمش ضروري يكون عم يشتغل معاكم اللي مش عم يشتغل اساسا من من برج القوس ممكن يلتقي في هذا الشخص في يعني في جمعه ما بعرف شو هي هاي الجمعه ممكن مؤتمر ممكن المهم جمعه ناس يعني مش بس أنتوا لحالكم رح تتعرفوا بهذا وراح يكون على فكرة شخص مش قريب يعني ما كنت تتوقع ابدا انك ممكن تحب او يعني تحب شخص من هذا النوع او شخص من هذا من, من هذا النوع <applause> حبيبي ممكن يكون عندك في طاقة سلبية عم بتوقف في اللي هو في بطريقك انت والشريك حتى لو كنتم متزوجين في في طرف يعني في طرف ثالث او حتى اكثر من شخص عم بيوقفوا بطريقكم بشوفك هون عم تلجا للاستشفاء ممكن انه تكون اما بدك تنسى الحبيب او انه فعلا بدك تنسى الحبيب يعني اكثر من انه تستشفي من طاقه سلبيه او من التنتين مع بعض أو إنك تعتبر إنه الشريك طاقة سلبية وعم تخلص منها ولكن أنا بشوف رغم هيك آه، أنت بالعكس أنت عم بتمثل والطرف الثاني عم بيمثل يعني انتو مش مبسوطين انتو الاثنين فكل واحد عم بيوهم الثاني في طاقة أوهام عم يوهم الثاني إنه هو آه، عايش حياته إنه هو مبسوط إنه هو كذا آه، فهذا الموضوع ما رح يطول يعني شوفوا هون لابس مثل الدرع حاط خرزه زرقاء طبعا هاي بيلبسوها عند الهارت شاكرا مش عند الهارت شاكرا عند الحنجره اكتر بيلبسوها اللون الازرق شوفي هي مش محطوطه هون محطوطه بطريقه غلط هون هذا دليل او كذا انه التنين عم بتعملوا زي ما بيقولوا بتعملوا أوهام لبعض غموض كل واحد بحاول أنه يخلي الطرف الثاني هو اللي صالح شايفة بناتكم زي ما قلت في النهاية هون انه في رح يعني رح تكتشفوا انه هذا الطرف هو السولميت تبعكم او توأم الشعلة او 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 بس انه رح تقربوا كتير من بعض بشوفه زواج يعني وبشوفه ارتباط او على المدى البعيد أه وزي ما هون قلت لكم في ممكن يكون طرف ثالث كمان بالعلاقه العاطفيه يعني مش عارفه شو قصه الطرف الثالث هذا كل شوي ببين أه ولكن شايفيتك انت مستعد مستعد وفي هذا الكرت اخر كرت بالقراءه ببين انه شوفوا أربع وردات كون كان هناك مبين إنه ثلاث وردات علاقة ثلاثية هون أربع وردات يعني أكثر للجدية أكثر بروح الموضوع شايفيتك يا قوس عم تصغر كتير بهاي الفترة وكأنك عم تهتم بحالك يعني كتير عم تصغر يعني اللي حواليك عم بحسوك إنه شكلك صغرت عشر سنين او انت حتى بتحس حالك بالفترة الجاي انه صغرت عشر سنين في فرحة بطريقة حلوة ولكن انت متوقع اشياء سيئة نتيجة تغيرات عم بتصير حواليك لكن هاي التغيرات ما رح تطولك انت بعيدة عنك فاطمئن وريح ويعني ما ما تفكر كتير في الموضوع عم بتكون كلها مخاوف بدون أنتوا على فكره مش سول ميد في ناس لا هي توام شعلة في ناس منكم توام شعلة هذا تاكيد يعني من الاوراق بيبين انه في شخص خلينا نقول على الصعيد العاطفي كان بالقديم يعني داخل على مصلحه داخل على علاقه عابره ولكن بعدين اختلف الموضوع وصار يعني متلقط فيك أكتر متعلق فيك أكتر صار عنده الموضوع زي الادمان فبالاخير انا شايفه اجتماع لهدول الشخصين فالحمد لله يعني قراءه حلوه كانت آه هذا بالنسبه لبرج الجوزاء حاول نشوف نصائح لبرج الجوزاء الوراء؟ شو الورق شو الورق اللي نختاره مش عارفة نشوف أنا ليش كل شوي بخربط بالأسماء يعني أنا عارفة إنه القوس وعم بنوي على القوس بس بتعرفوا الواحد بلخبط يعني بلخبط بس باللفظ اما بالنية بتكون لا مفتوحة على برج يعني معين هذا آه الكرت طلع مقلوب يعني بما معناه طلع مقلوب انه الامور آه ابسط بكتير مما انت تفكر لا تعقد الامور لا تخاف كثير ما بعرف كل الابراج عم بتكون عندها مخاوف واوهام وكذا هذا الشهر ما بعرف شو هو عم تطلع حتى القراءات الخاصه اللي عندي عم بتكون شوي يعني في في مخاوف في مع انه ما بيكون في داعي للمخاوف فبقول لك لا اشحن حالك بالطاق بالطاقه الايجابيه وما بتفكر ما تفكر بهذا النوع من التفكير لانه انت الوحيد الخسران Ugh! <sighs>